يحكى أن مجموعة من القردة كانت تعيش في جزيرة يقال لها جزيرة القرود. وكان في الجزيرة قرد قوي يسمى القرد ماهر. كان ماهر قردا ذكيا شجاعا، فاختارته القرود ملكا عليها. وقد ظل ماهر يحكم بين القرود في الجزيرة بالحق والعدل لسنوات طويلة، حتى تقدمت به السن فضعفت قوته وعجز عن إدارة شؤون الجزيرة. وذات يوم وثب قرد قوي شاب على القرد ماهر وتبارز معه فهزمه ونصب نفسه ملكا للقردة بالقوة. ولم يحتمل القرد ماهر مرارة الهزيمة ولا البقاء في جزيرة القرود بعدما حدث له، فخرج هائما على وجهه واستمر في سيره حتى وصل إلى ساحل البحر. فرأى شجرة تين عملاقة فاتجه إليها وتسلقها حتى صعد إلى قمتها، وراح يقطف ثمار التين الشهية ويأكل منها حتى شبع. ثم قال في نفسه: هذه الشجرة تشرف على البحر والساحل، وهي مليئة بالثمار اللذيذة، سوف أتخذها مقرا لأقيم فيه. وقام القرد فوق الشجرة التين عدة أيام. وذات يوم كان القرد جالسا فوق شجرة التين ومنهمكا في أكل التين، فسقطت من يده تينة في الماء، فسمع لها صوتا أطربه وأخذ يأكل تينة ويلقي بالأخرى في الماء، وهو معجب بعمله هذا الذي وجد فيه تسلية في وحدته. وفي ذلك الوقت تصادف وجود سلحفاء في الماء، فأخذ التين الذي يلقي به القرد، وهو يظن أن القرد يلقي له بالتين حتى يأكل مثله، وأعجب السلحفاء بالعمل الذي قام به القرد من أجله، وقام بتوجيه الشكر له قائلا: لا أستطيع أن أوفيك حقك من الشكر على هذا التين اللذيذ الذي أطعمتني إياه أيها القرد الطيب. فنظر إليه القرد قائلا: لم أفعل ما يستوجب الشكر أيها السلحفاء المجامل الودود. فقال السلحفاء: لقد أطعمتني التين اللذيذ الذي لم أحلم بالوصول إليه يوما من الأيام، وكيف أصل إليه في أعلى الشجرة والسلاحف كما تعلم عاجزة عن تسلق الأشجار؟ فقال القرد في لهجة صادقة: كلما اشتهيت أكل التين تعال إلى هنا وأنا أطعمك منه ما تشاء. وصار السلحفاء يترك بيته كل يوم ويأتي لأسفل تلك الشجرة فيلقي إليه القرد بالتين فيأكل حتى يشبع. وخلال ذلك كانت تدور بينهما أحاديث لطيفة، فنشأت صداقة قوية بين القرد والسلحفاء، وصار كل منهما لا يستطيع مفارقة الآخر أو الاستغناء عنه لحظة. وبمرور الأيام صار السلحفاء يقضي معظم وقته خارج بيته في صحبة صديقه القرد. تضايقت زوجة السلحفاء من غيبة زوجها عنها وعن أبنائه، وهي لا تعلم أنه يقضي معظم الوقت في صحبة صديقه القرد. وشكت زوجة السلحفاء إلى جارتها طول غياب زوجه عن البيت وعدم مشاركته في مسؤولية البيت وتربية الأبناء، وأنها تخشى أن يأتي يوم الذي يهجر فيه زوجها البيت إلى الأبد. فقالت الجارة: إن زوجك يقضي نهار كله على شاطئ البحر تحت شجرة التين مع صديقه القرد الذي يطعمه ثمار التين، وإذا استمر الحال على ذلك فقد يهجر زوجك البيت إلى الأبد ولا يعود إليك أبدا. فقالت زوجة السلحفاء: وماذا أفعل حتى يعود زوجي إلى بيته ويكف عن تضييع وقته فيما لا ينفع؟ فقالت الجارة: يجب أن تفكري في حيلة لهلاك القرد
فقالت الزوجة: وكيف أحتال لهلاك القرد؟ فقالت الجارة في مكر ودهاء: عندما يعود زوجك إلى البيت في أي وقت، يجب أن تتظاهري أمامه بالمرض، فإذا سألك عن حالك، فقولي له إنني مريضة بمرض خطير، وقد وصف للحكماء والأطباء قلبه، وإلا مت. فقالت الزوجة: هذا أمر في غاية البساطة، سوف أنفذ ما نصحتني به وأرى ماذا تكون النتيجة. وفي اليوم التالي عاد السلحفاء إلى البيت، فوجد زوجته في حالة سيئة وقد لزمت الفراش، والهم ظاهر على وجهها، وعندها جارتها تقوم بتمريضها، فجزع لذلك أشد الجزع وتقدم من زوجته قائلة: ما لي أراك حزينة مهمومة وملازمة للفراش هكذا. وقبل أن تنطق الزوجة بحرف واحد سارعت جارتها إلى الكلام قائلة: إن زوجتك المسكينة مريضة بمرض خطير، وقد تموت بسببه إذا لم تحضر الدواء الذي وصفه له الأطباء والحكماء فورا. فقال السلحفاء في لهجة صادقة: قولي لي، ما اسم هذا الدواء الذي وصفه الأطباء والحكماء وأنا أسارع بإحضاره فورا؟ فقالت الجارة: لقد وصف لها الأطباء والحكماء قلب قرد، وليس لها دواء سواه. فقال السلحفاء: هذا أمر عسير جدا، من أين لنا بقلب قرد ونحن في الماء؟ فقالت الجارة بلهجة ذات معنى: لك صديق قرد، ربما دبر لك هذا الأمر. فقال السلحفاء: سأحاول أن أحتال عليه. وانطلق السلحفاء إلى ساحل البحر في اليوم التالي، فلما رآه القرد فرح بعودته وقال له: ما الذي أخرك عني يا أخي هكذا؟ فقال السلحفاء: ما أخرني عنك إلا خجلي وحيائي منك، لأنني لا أعرف كيف أجازيك على إحسانك إلي. فقال القرد: ليس بين الأصدقاء هذا الكلام. فقال السلحفاء: إنني أريد أن تتم إحسانك إلي بزيارتي في منزلي، حتى يعلم الجميع أنك صديقي الذي لا أستطيع الاستغناء عنه أبدا. فقال القرد: سيكون ذلك من دواعي سروري وبهجتي، ولكن كيف أذهب معك إلى منزلك في البحر؟ فقال السلحفاء: لا تحمل هم هذا، سوف أحملك على ظهري وأسبح بك حتى هناك، ولا تحمل هم الأكل أيضا، فأنا أسكن جزيرة كلها أشجار مليئة بالفاكهة الطيبة اللذيذة التي تحبها. فقال القرد: الأهم من ذلك أنني سأكون في صحبتك طول الوقت. ونزل القرد من أعلى الشجرة فامتطى ظهر صديقه السلحفاء، وسبح به السلحفاء حتى وصل إلى منتصف البحر، وتذكر ما هو مقبل عليه من غدر وخيانة، فانتابه الحزن والهم ونكس رأسه. فلما رآه القرد حزينا سأله عن سبب حزنه وهمه، فأخبره السلحفاء بأنه تذكر فجأة أن زوجته مريضة بمرض حار فيه الأطباء والحكماء، فتأثر القرد من أجل صديقه. وبعد قليل توقف السلحفاء عن السباحة، فبدأ الشك يراود القرد بأن السلحفاء ربما يكون قد تغير من ناحيته، فقال في نفسه: إن تصرف السلحفاء معي صار مريبا، ومن يدريني الآن أن قلبه قد تغير نحوي، وأنه ربما أحضرني إلى هنا وهو ينوي بي شرا. لا شيء أسرع تقلبا وتغيرا من القلوب، والعاقل هو الذي يحتاط لكل أمر حتى لا يقع في الهلاك والضر. يجب أن أحتاط من السلحفاء حتى أعلم في أي شيء يفكر،
وهل ينوي خيرا أم شرا؟ ثم نظر القرد إلى السلحفاء قائلا: ما لي أراك مهموما مرة أخرى؟ هل جد جديد؟ فقال السلحفاء: لهم يحزنني أكثر من مرض زوجتي المسكينة. فقال القرد: لم يخلق الله داء إلا وخلق له دواء، فلماذا لا تبحث لزوجتك عن دواء لدى الأطباء؟ فقال السلحفاء: هذا صحيح. وقد وصف لها الأطباء قلب قرد، فشعر القرد بأن صديقه السلحفاء قد استدرجه إلى البحر حتى يأخذ قلبه ويقدمه لزوجته، وقال في نفسه: لقد أوقعت نفسي في هذه الورطة التي أظن ألا نجاة منها إلا بالعقل والحيلة، وإلا فإنني هالك. ثم خاطب السلحفاء قائلا: إذن فقد أحضرتني إلى هنا حتى تأخذ قلبي وتقدمه لزوجتك المريضة. فنكس السلحفاء رأسه ولم يجرؤ على النظر إليه، ثم قال: للأسف هذا ما فكرت فيه. فقال القرد في دهاء: ولماذا لم تخبرني وأنا في منزلي فوق الشجرة حتى أحضر قلبي معي؟ فقال السلحفاء متعجبا: وهل تركت قلبك هناك؟ فقال القرد: نعم، فهذه عادتنا نحن القرود، إذا خرج أحدنا لزيارة صديق ترك قلبه في منزله، إن شئت رجعت وأحضرته لك حتى تقدمه لزوجتك. ففرح السلحفاء وقال في نفسه: حمدا لله، لقد وافقني صاحبي بدون أن أغدر به. وحمل السلحفاء القرد عائدا به إلى شاطئ البحر، فقفز القرد إلى البر وتسلق شجرة وهو غير مصدق أنه نجا بهذه الحيلة. ولما رآه السلحفاء لم ينزل قال له: هيا يا صديقي، احمل قلبك وانزل حتى أسرع إلى زوجتي. فضحك القرد ساخرا وقال: هيهات هيهات، هل أخدع فيك مرتين؟ أغرب عن وجهي أيها اللئيم، فقد انتهت صداقتنا.